حصلت الحدث على تفاصيل الورقة العربية المقدمة للاجتماع الوزاري الأوروبي في بروكسل بشأن غزة. وكشف مراسل الحدث أن الورقة العربية تتضمن حزمة خطوات متكاملة لتحقيق وقف إطلاق النار والسير نحو قيام الدولة الفلسطينية، موضحا أن الورقة العربية تدعو إلى انسحاب الإسرائيليين خلال 21 يوما من وقف إطلاق النار. مراسل الحدث أكد أن الورقة العربية تدعو كذلك إلى وقف فوري للنار وعودة اللاجئين وفتح كافة المعابر، مشيرا إلى أن الورقة شددت على ضرورة مواصلة منظمة التحرير لصلاحياتها السيادية والحصرية في إدارة ملف المفاوضات. أضاف مراسل الحدث أن الورقة العربية تدعو كذلك إلى اعتماد وجود قوات دولية لحفظ السلام بقرار من مجلس الأمن. وفي السياق، أعربت الخارجية السعودية عن إدانتها استمرار مجازر الجيش الإسرائيلي ومواصلتها استهداف المدنيين العزل في قطاع غزة، وآخرها استهداف خيام النازحين الفلسطينيين بالقرب من مخازن الأونروا شمال غرب رفح. كما أكدت الخارجية السعودية رفضها القاطع لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية لكافة القرارات والقوانين الدولية والإنسانية، داعيا المجتمع الدولي للتدخل الفوري لوقف المجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني. وفي السياق، توالت التنديدات العربية والدولية بعد القصف الإسرائيلي الذي حل برفح في غزة الليلة الماضية. واستهدف القصف الإسرائيلي منطقة قالت إنها آمنة في المواصي بمدينة خان يونس جنوبي القطاع. وكانت الطائرات الإسرائيلية قد شنت ضربات عنيفة على منطقة مخصصة للنازحين في رفح قرب مقر لوكالة الأونروا، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات. وقال الدفاع المدني في غزة إن الغارات الإسرائيلية أدت إلى مقتل أكثر من 40 شخصا على الأقل في المنطقة التي نزح إليها، وفقا له 100,000 فلسطيني. من جانبها، وصفت المدعية العامة العسكرية الإسرائيلية الضربة بالجسيمة جدا، معلنة عن تحقيق عسكري في القصف. وقالت إن تفاصيل الواقعة لا تزال تخضع للتحقيق، إن الجيش الإسرائيلي يأسف للأذى اللاحق بغير المقاتلين خلال الحرب. أما المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض جون كيربي، قال إن الإدارة الأمريكية على علم بالهجوم على رفح الفلسطينية، مضيفا أن البيت الأبيض يجمع المزيد من المعلومات حول غارة رفح التي قام بشنها الجيش الإسرائيلي على مجمع لحماس في رفح، بالإضافة إلى الحادثة التي قتل فيها 2 من كبار أعضاء حماس في الضفة الغربية. Like that.
من جهتها وضعت وكالة الأونروا إشارة سوداء على شعارها على منصة إكس، وقالت إن المعلومات الواردة من رفح عن المزيد من الهجمات على العائلات التي تبحث عن مأوى مرعبة، واصفة غزة بأنها جحيم على الأرض، وأن ما حدث الليلة الماضية هي شهادة أخرى على ذلك. وقالت الوكالة إنها فقدت خط اتصالاتها مع موظفيها على الأرض، مبينة أنها غير قادرة على تأكيد موقعهم. وأعربت الأونروا عن قلقها على سلامتهم وجميع النازحين الذين يحتمون في هذه المنطقة، مؤكدة أنه لا يوجد مكان آمن ولا أحد في أمان.